الأسبوع اللي فات كنت سيادتك بتتكلم على الحاج على حجاب الحاجز. أنا كنت بعمل عملية قسطرة. وأنا بعمل القسطرة روحي طلعت ومت. وبعدين إيه اللي حصل؟ وأنا بعمل القسطرة مت. مت؟ القلب توقف. طلعت روحي. آه. وبعدين عملوا لي بالبتاع بالكهرباء عند مزدي هنا لغايه ما اروح رجعت القلب تشتغل تاني. تمام. بعد منها قالوا لي لما تيجي تنام ما تنامش على مخده، نام على 2-3 علشان عندك الحجاب الحاجز بيطلع بيوقف القلب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا دلوقتي لما بناكل بفطر اتغدى اي حاجه اكلها بعد منها بنزل عصارة وبنزل الأكل تاني. تمام ماشي. أنا كبير في السن. حاضر يا أستاذ. ربنا يبارك في عمرك يا فندم. تابعنا يا أستاذ مدحت، ألف سلام عليك. تفضل يا دكتور. أثناء عملية القسطرة توقف القلب، طبعا ده ملوش دعوة بالارتجاع اللي هو بيشتكي منه. الحمد لله ردوا له القلب وبقى كويس. اهم حاجه يا استاذ مدحت، هل ده بنج مثلا كانت جرعه بنج زياده؟ لا ساعات طبعا وارد، احنا بنخش بالقسطره في الشرايين التاجيه يعني، فوارد قوي يحصل تشارج زياده يقف القلب. احد المضاعفات يعني، بس الحمد لله يعني الحاجات دي بقت امنه جدا. اهم حاجه بس يا مدحت لو سمحت ما تعليش المخده. لا احنا عايزين نعلي مرتبه السرير. يعني انا عايز المعلومه دي توصل للناس، الناس اللي عندهم ارتجاع بنقول لهم نام على سرير درجته 35 او 40 مش المخده. لا ارفع المرتبه، يعني اجي تحت المرتبه بتاعت السرير من ناحيه راسي وارفعها، احط بطانيه بحيث ان المرتبه تبقى منزلقه. لو رفعت المخده انا عملت ايه؟ عملت كينك في راسي وما رفعتش مستوى الحجاب الحاجز. يبقى انا الهدف ان انا وانا نايم يبقى مستوى الحجاب الحاجز ايه؟ مرفوع عن مستوى القلب السطحي ب 30 او 35 او 40 درجه. تمام. دي نمرة واحد لازم تعرفها. نمرة اتنين، طالما ان عندك اعراض ارتجاع يبقى لازم تبطل اكل قبل النوم بساعتين على الاقل. نمرة تلاتة، ما تاكلش بالليل اكل تقيل. يعني ما تاكلش لحمة، ما تاكلش حاجات فيها دهون، حاجات فيها مقليات، حاجات فيها زيوت، لان الحاجات دي بتقعد في المعدة بتنفخ المعدة، بتزق الحجاب الحاجز، تخلي النفس بتاعك مش كويس. نمرة ستة، اذا كنت بتدخن هتبطل دخان. إذا كان وزنك زيادة لازم تحرص على أن أنت تنزل الوزن زيادة، خاصة في منطقة الإيه؟ البطن والكرش والكلام. نمرة سبعة، إذا كان بيعاني من شخير لازم يعرض نفسه على دكتور متخصص في الأنفلوزم. لأن الشخير هنا هيبقى ليه ارتباط بالارتجاع اللي عنده وليه ارتباط بالأزمة القلبية. وبالتالي لازم نعالج الإيه؟ الشخير. نعم، الله يبارك لك يا دكتور، وألف سلام عليك يا أستاذ مدحت.